يقول: أنا طالب فضيلة الشيخ وأدرس في الجامعة في الخارج وأقصر الصلاة وكذلك أجمع، هل لي ذلك؟ وين يسكن فيه؟ في الرياض ويتردد على الخارج. ما بقي بين الخارج والرياض مسافة قصر، لأن البنيان تقارب من البلدين، فليس بينهما مسافة. هذا كان في الأول يوم كان البناء متباعدا من الخرج إلى الرياض، متباعد بينهما 80 كيلو، ما في شيء، ما في سكن ولا بنيان. أما الآن فتقارب البنيان فلا يجمع بين الرياض والخرج، لأنه ليس بينهما مسافة قصر. نعم.